الشوط الأول ممكن أقول لك، لكن الشوط الثاني راح يتغير مجرى المباراة. يمكن الشعور بالمسؤولية كابتن محمد مبارك، الشعور أيضا بالوصول وحق الوصول إلى الميدالية الذهبية، أعطتنا ربما هذا الناتج من إثارة من تقديم لمستوى بصراحة ممتاز في الشوط الأول. يعني أنا أعتقد يعني الاهتمام بالتأهل ممكن كان يعطيك تحفظ أكثر، لكن أنا أعتقد اللاعبين بين من خلال المباراة أن الفريقين ما عندهم أي ضغوط، يعني يلعبون كمباراة أعطوا أداء ومتعة في الشوط الأول، تحس أن اللاعبين ما عليهم أي ضغوط في هذا المباراة. يا الله على هذه الفرصة. يعني بالفعل كابتن، بالنسبة للشوط الأول شفنا في تشابه كبير للأداء التكتيكي بين الفريقين، يعني عم نشوف عمليات تفريغ للاعب سلمان السلمان على جهة اليمين المنتخب الأردني، بيقابله تفريغ للاعب بدر المطوع المتميز خلف الدميري في الجهة اليسار المنتخب الأردني، ففي تشابه كبير حتى في تنفيذ الكرات الثابتة، في تشابه أيضا بالتنفيذ حتى بالمراقبة الدفاعية في تشابه، فأنا بشوف الفريقين عم بيعرضوا على أرض الميدان فكر تكتيكي للمدربين بشكل جيد، لكن التنفيذ عم بيكون بعض مرات مقصر قليلا، اما بخطأ بالتمرير اما بخطأ بالجري في الوقت المناسب. كابتن فيصل، ايش قلت هذه اصعب لما كان يتكلم كابتن محمد مبارك؟ دائما المباراة القبل النهائية هاي الفرصة لعبة حلوة واستقبال حلو، ولكن اللمسة الأخيرة دخول المرمى هي اللي دائما المباراة قبل النهائي هي اللي دائما تكون هي الأصعب، هي اللي فيها الخوف، هي اللي تكون فيها الحذر بالتأمين. يعني في أي بطولة سواء في مباراة محلية أو دولية أو في أي مكان قبل النهائي هي المباراة الصعبة، خاصة الفريقين يبدو لأن الكل قارئ اللاعب الثاني، والكل عارف عندهم ثقافة الفريقين عن الفريقين. يعني أنا أعرف الفريق الأردني والفريق الأردني يعرفني، يبقى هي عملية كيف أنا أتغلب في أثناء المباراة، فتجد أن في فرصة وفرصة 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 في من ناحية التكتيك، شفنا على الأجناب سواء من الفريقين، شفنا عملية الفريقين يلعبون بالزون لما تنقطع الكرة، دائما الفريق الأردني يرجع يسكر منطقته، المنتخب الكويتي يرجع يسكر منطقته، مرة يصير الرتم سريع مرة يصير الرتم بطيء، ترى هذا نوع من التكتيك والاحتفاظ في الكرة. فأنا أعتقد لك المباراة تستحق أن ترى وتشوفها. عاد الأخطاء جزء من اللعبة، احنا ما نبي احنا نقول ان الفريق الكل يتمنى، انا اتمنى المنتخب ما يضيع فرص، الكابتن يتمنى، هذه وضع طبيعي، لكن مو من الله، خليك دائما مشدود ودائما يعني متوقع شيء راح يحصل. كنا نقول دائما كابتن محمد مبارك من يضيع الأهداف تلج في شباكه الأهداف، لكن اليوم الفريقان أضاعوا الأهداف ولم نشاهد أهداف في الشوط الأول فقط. الفريقين أعتقد يعني مثل ما قال الكابتن يلعبون بنفس الأسلوب تقريبا، الفرص من الفريقين، ولو كان أن الكويت يمكن فرصة أكثر، لكن الخطورة دائما بعيدة عن المرمى، فقط فرصتين، فرصة يوسف ناصر دقيقة 20 الكويت، ودقيقة 16 فرصة الأردن من خليل عطية، أعتقد هاي الفرصتين اللي كانت ممكن تكون عنهم، لو أنك فرصة الأردن أعتقد كانت يعني فرصة هدف محقق، لكن ما عرف تعامل معها خليل عطية بالشكل المناسب. يعني بالنسبة للمباراة الشوط الأول شفنا بعض الأخطاء الكبيرة من الفريقين، كمان عم يرتكبوا أخطاء كبيرة وخصوصا أمام منطقة ال 18 أمام مناطق التسجيل، يعني في تصويبات بشكل مريح جدا من اللاعبين، كان من بدر المطوع، كان من عبد الله ديب، كان يعني من الدميري حتى، فعم نشوف هذه الأخطاء كمان متبادلة. أنا بعتقد خلال هذا الأسلوب سيطر الفريق الأردني على إيقاع اللعب الشوط الثاني. كابتن فيصل، كيف شاهدت المنتخب الكويتي؟ يعني أنا أقول كان المنتخب الأردني هو الأكثر بعملية الاستحواذ، هو اللي كان أكثر منتشر ومنتشي في الشوط الثاني، ولكن المنتخب الكويتي تعامل مع المباراة بتسكير المنطقة والاحتفاظ فيها، فهني يبدو أن المنتخب الكويتي هذه حقيقة من اللاعب خليل، أنا هذه نقصت إلا بس تدخل جول، بس اللعبة حلوة سجل. يعني الشوط الثاني كان ما في أكثر من ما أنت تشوف فيه استحواذ الكرة الفريق الأردني، ولكن في نفس الوقت
ما حاول الفريق عملية الاختراق ولا حاول عملية يعني دائما عمليات هجمات تسديد من بعيد، ولكن هو الأفضل وانتشاره للياقة البدنية أكثر. الفريق الكويتي كان دائما مقل أداء في الشوط الثاني. كابتن محمد مبارك، كيف شاهدت الفريقين في الشوط الثاني؟ الأداء غل أكيد في الشوط الثاني خاصة من الفريق الكويتي، ما شاهدنا أي خطورة على المرميين. أعتقد اللعب كان في وسط الملعب ولعب بعرض الملعب، لكن ما في أي خطورة على سواء جول الكويت أو مرمى الأردن. والله شكلها وقت إضافي يا محمد مبارك، شكلها يعني أنا أشوف يعني وقت إضافي. وقت إضافي كيف سوف يستغل الفريقان الوقت الإضافي كابتن إيهاب؟ يعني الآن أعتقد أن الناحية البدنية راح يلعب دور كبير بالوقت الإضافي. الفريق الكويتي ما بذل جهد كبير بالشوط الثاني لأنه كان في معظم الوقت في نصف ملعبه وعم بيدافع. الفريق الأردني بذل جهد كبير في سبيل تحقيق نتيجة وإعراز هدف، لكن ما توفق عمل شيء جيد. يمكن كان يختزل القوة حق يعني حق الوقت الإضافي. لا لا لا، هذه ما تحصل في أي فريق، ما يحصل في هذا النقطة. لكن الآن وقت الإضافي ما يرسم سيناريو المدرب؟ يرسم سيناريو ما في نقطة، ولكن مو لهالطريقة. كان الفريق طيب. نقلتها بطيئة. محمد مبارك، سيناريو الشوط الإضافي الأول والثاني، ما نعتقد راح يستمر المستوى المباراة والسير على نفس المستوى الوصول لضربات الجزاء، لأن أعتقد الفريقين ما أعتقد عندهم أكثر من اللي قدموا في نفس الوقت، وخاصة باللياقة البدنية. فأنا أضع علامة استفهام مثل ما تفضلت، قد يكون هو لم يكن فيها اللياقة البدنية، هو سوء تنظيم توقيت اللاعبين في النوم المبكر والأكل المناسب، وربما يستهتر اللاعب يعني بنفسه ولا يستطيع أحد أن يعمل كنترول على لعيبة نقول عنهم هوات يعني. في هوات، وفي نفس الوقت هذه مسؤولية الدولة ومسؤولية الفريق، هذا هو المفروض موجود فيه. تمام، تمثيل الدولة مهم، الاحتراف مهم، كل شيء. أنا كنت أسأل كابتن مبارك، يعني إحنا قاعدين أقول للفريق من الجيم الثاني نزل مرة واحدة أداءه، إحنا كلاعبين نقدر نقول يا إنك أنت ما كنت مستعد نايم زين، يا في نقطة معينة إنك أنت واحد اثنين. تقدر تتكلم بصراحة كابتن فيصل الدخيل؟ أنا أعتقد ما في. أنت شاهدت اللاعبين أو حد قال لك إنهم كانوا أمس سهرانين بصراحة؟ نعم. لا لا صراحة لا لا، لكن انت استنتجت من خلال تقديم المباراة عندهم الافضل، وقدموا الافضل. عندهم الافضل، عندهم الافضل من خبرتك طبعا. نعم نعم، افضل. وانا مريت بهالظرف هذا ومريت في اشياء مرات في الامور هذه كلها، اعرف ان السهر بعد المرات قدر، او اذا مو سهر هي عملية الاستهتار وعملية اللامبالاة والنقطة، بغض النظر عن النقاط الفنية. النقاط الفنية وايد في اخطاء فنية يعني في حصلت. احنا ما نتكلم عشان احنا الفريق خلاص، المنتخب الكويت حاط له برنامج على اساس يشارك في هذه البطوله، واللي خسر خسر منتخب الكويت، واذا فاز فاز منتخب الكويت. عند المهمه الجايه في 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 كوريا، وهي الاهم الاهم. لكن كره القدم يا كابتن دوران لا تجامل. انت وضعت له جحفان يمين وهو يلعب شمال في نفس الوقت علشان تجرب اللاعبين في نفس الوقت، لا معنات هذا ان الفريق الاردني لا يستحق الفوز. تمام، هذه احنا قاعد اللي احنا نتكلم فيها، هذه ارتطم فيها اللاعب مثل ما قال الكابتن. الحارس المرمى المفروض ما يقطعها بايده، لازم يقطعها برجله على اساس لا يرتطم فيه. هذه غير ضربه جزاء. تمام، والحكم افسد المباراه، زاد على الفريق الكويتي عبء ما كان هو مكتوب فيه. الفرق بين الرياضي الديمقراطي يقول الصح من الغلط على بلد او على بنادي الغرافه في الدور نصف النهائي. وهنا اذا ايها الاعزاء مشاهدي قناه الجزيره الرياضيه، يطلق حكم المباراه نهايه شوط المباراه الثاني ونهايه المباراه بفوز المنتخب الاردني اذا بهدفين نظيفين وسط احتجاج واضح من لاعبي المنتخب الكويتي. اذا المنتخب الكويتي لتحديد المركز الثالث والرابع في شجار، نشوفه في شجار ما بين حكم المباراه وواحد من لاعبي اعتقد فهد عوض لاعب المنتخب الكويتي. ولكن على العموم هنا الفرحه، هنا السعاده، هنا طبعا الاحتفال
الاحتفالات تأتي من جانب لاعبي المنتخب الأردني وجماهيره كذلك بعد هذه النتيجة التي حققها المنتخب الأردني. إذن بهذه النتيجة إذن يفوز المنتخب الأردني ويتأهل إلى المباراة النهائية، والمنتخب الكويتي إلى دور التحيز المركز الثالث والرابع. إذا مشاهدي قناة الجزيرة الرياضية استمتعتم كثيرا بهذا اللقاء وبهذه الإثارة، على أمل أن نشاهدكم إن شاء الله في مباريات قادمة. أعود الآن إذا بالصوت والصورة إلى الزميل حمد جاسم في الاستوديو الحديث عن مجريات المباراة بشكل عام ونهاية هذه المباراة كيف كانت. زميل حمد الكلمة لك. عبد اللطيف أهلا وسهلا فيك معنا في الجزيرة الرياضية، نبارك لكم هذا الفوز في كأس آسيا. أتيتم باسم النشامى قادمون في هذا وأيضا في هذه البطولة النشامى قادمون، وفعلا أنتم قادمون حتى على مستوى جميع المسابقات سواء التصفيات المؤهلة لكأس العالم كأس آسيا. في هذه البطولة المنتخب الأردني فوزكم اليوم ماذا يمثل لك؟ أكيد يعني الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من رب العالمين أول إشي، ثم من دعم سمو الأمير علي والاتحاد يعني بصراحة، وفكر الكابتن عدنان حمد بصراحة اللي يعني بيقدر إنه يوظف اللاعبين يعني في الملعب بشكل ممتاز، وطبعا في توفيق كبير من رب العالمين. الحمد لله قدمنا مباراة ممتازة وكان اللاعبين بيقدموا بشكل رجولي، والحمد لله رب العالمين قدرنا نفوز الحمد لله. لك بصمة اليوم كابتن؟ الحمد لله والله بمساعدة الجميع يعني، لا الحمد لله يعني الأداء اللي قدمته كان بمساعدة الزملاء اللي معي كمان. ستواجهون أيضا في النهاية ربما الآن ضمن البحرين والمنتخب الأردني سواء ميدالية سواء كانت ذهبية أو فضية، لكن ماذا عن المنتخب البحريني الذي ستواجهونه؟ أكيد يعني المنتخب البحريني ممتاز، بس أنا بصراحة محروم بعد في المباراة الجاي معي انظرين صفر، بس بتمنى بشكل عام بتمنى التوفيق طبعا لزملائي، إن شاء الله قادرين إنه نحقق الذهب. راح نقدم إن شاء الله مباراة نفس مباراتنا مع الكويت، وإن شاء الله ربنا بوفقنا وبنجيب الذهب إن شاء الله. شكرا لك. خليك شكرا. إذن الشكر للكابتن عبد الله ذيب الذي سيحرم من نهائي هذه الدورة. المنتخب الكويتي جميع اللاعبين دخلوا إلى غرفة الملابس، الحزن واضح ومخيم على وجه اللاعبين. أعود إليك يا حمد جازم تفضل. نعم يعني يا عمر لو قلت حق عبد الله ذيب إنك تحرم للمباراة النهائية وتأهل فريقك يمكن يجاوبك يقول لا يتأهل فريقي وأحرم أن ألعب في المباراة النهائية. أكيد. هاي عمر ما اسمعك والله حمد، بس قلت صحيح وانا ما اسمع. طيب شكرا جزيلا لك. نعود معك تفضل. شكرا لك يا حمد جاسم. خليل بن عطيه لاعب المنتخب الاردني اهلا وسهلا فيك معنا في الجزيره الرياضيه، فوز كبير ومستحق هذا المساء، حديثك عن هذا الفوز اليوم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين هذا الفوز، الله اكرمنا اليوم ثلاث نقاط مهمات المباراه النهائيه، وان شاء الله نكون فرحنا الجمهور وفرحنا الشعب الأردني إن شاء الله. نهدي هذا الفوز جلالة الملك والسمو الأمير علي اللي وقف جنبنا وما قصر معنا، وإن شاء احنا طموحنا إن شاء الله الذهبية إن شاء الله غير ناخذها إن شاء الله، طموحنا أكبر من هيك. كابتن من متى وأنتم كلاعبين في تشكيل واحد؟ كان في تناسق كبير فيما بينكم. أكيد الحمد لله الشباب في شباب جدد، شباب أكيد يعني شباب بيثبتوا وجودهم، والحمد لله أكرمنا اليوم الشباب ما قصروا، كان اليوم معنوياتهم عالية وهمتهم عالية، ونشكرهم على أداء اليوم الحلو. شكرا لك كابتن. شكرا لك. إذا الشكر موصول للكابتن خليل بن عطية.